سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم الزول في اللون. سامحونا أخوتي على هذا الغياب، ظروف صحية برك. إن شاء الله يا ربي نكونوا ديما بخير باش نواصلوا هذا الطريق الطويلة، يعني في تاريخ تحرير الجزائر من نطاف المستعمر. للأسف رايحين نقفلوا 200 سنة وحنا في استعمار، لكن جدودنا وأبائنا عاشوا استعمار من عند الكولون، حنا عشناه من ناس تحمل أسامينا وتاكل وش ناكل وتلبس وش نلبس وكل شيء من هذه الأمور، وتتكلم لغتنا ويدينوا بديانتنا وكل شيء. عبالكم تغيب 5 أيام 6 أيام أسبوع يصرى العجب في بلاد العجب، يصرى العجب في بلاد العجب. إذن رايحين يديروا دستور، اسمع مليح هادية، اسمع مليح المعادلة هادي، رايحين يديروا الدستور ماناش عارفين وشن هو التغييرات اللي راح تكون فيه، رايحين يعقبوه على برلمان. ها برلمان حاطين واحد قاعدين يقاضيو في واحد قاعد يقول لهم باللي البرلمان هذايا كنا نشريو فيه البلاصه ب7 ملاير. البرلمان هذا راح يصادق على مسوده الدستور، راح يصادق لانه الاغلبيه فيه تاع الافلان اللي هو الرئيس الافلان السابق اللي دار اللي حط هاد الناس راهو في السجن، واللي خلفه راهو في السجن، ها ولدو راهو في السجن، ولدو اللي كان يحكم الفلوس على طليبه وجماعته باش يبيع البلاصه ب7 ملاير. على فكره وما كانش يبيع مكان في البرلمان، كان يبيع الحصانه، لانه هذوك اللي شراو ب7 ملاير ما يحتاجوش 36 مليون اللي تحكيو عليها انتم وتبكيو عليها والبرلمانيين يديو 36 مليون. هو شراها ب7 ملاير، 36 مليون هذه يكون يخدم 20 سنه في البرلمان ما يلمش 7 ملاير، هو شريها ب7 ملاير. قاعد نقول لكم شريها ب7 ملاير لانه يشري الحصانه. هاد الناس اللي في السجون بكل الناس اللي حطوها هما رايحين يصادقوا على مسوده الدستور. والباديسي نوفمباري اللي كي كنا حنايا نقولوا ولاد القايد سراقين، باباهم سراق، صواب سراق، رئيس اللي كان حاكم الدرك اللي راهو في فرنسا سراق، كانوا يقولوا لنا تكذبوا. لا ما كاينش، كانوا يقولوا تكذبوا، ايه دي خارجية حابين تكسروا بلاد، حابين تردوا بلاد سوريا، حابين ديروا، حابين كذا حابين كذا حابين كذا حابين كذا. ومن بعد تظهر باللي راهو سراق، ولادو سراقين. المشكلة انه طليبة هذا اللي كان سراق اللي كان مع ولد العباس، ولد عباس كان يخدم معاهم، كان شركة شريك مع ولاد القايد. هادو رايحين يصادقوا على مسودة الدستور. مسودة الدستور هذه شكون اللي قالها لهم ديروا لها؟ رئيس غير شرعي قال لهم باللي هذه العصابة اللي عدات هذه العصابة تنحات، وحنا رانا راح نجيبوا مطالب الشعب، الحراك الاصيل محسوب الحراك الغير اصيل حنايا، يا حراك اصيل وحراك مبارك، وكذبت وان صدقت وانت الكذوب يا كذاب يا كذاب. اللي كنت البارح برك قبل اشهر تقول اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله غير برنامج الرئيس يكمل. هادو رايحين يديروا دستور. الدستور اصل الامور اللي فيه وشن هي؟ اصل الامور اللي فيه وشن هي؟ الدستور هذايا بكل بساطه عنده تغيير واحد برك، تغيير واحد. علاش؟ باش الاولويه انهم يحكموا اماكنهم، باش يحكموا اماكنهم لازم شواكرهم لازم يستجيبوا لابتزازات شواكرهم. وشنو هو شواكرهم؟ شنو هي شواكرهم؟ شواكرهم فرنسا الامريكان الامارات على انه يجب تغيير هذيك البند اللي يقول باللي الجيش الجزائري ما يدخلش غير في الحدود الجزائريه، راح يتبدل هذا البند باش اولادنا يروحوا يحاربوا بالوكاله من اجل فرنسا اللي كنتوا رايحين تقطعوا دابرها. صح ما قطعتو دابرها ما والو، ما قطعتو دابرها ما والو. الاستبغال اللي صرا لكم انتوما يا باديسيين نوفمباريين لم يحصل في العالم، خاصه في 2020 عهد التكنولوجيا وكذا، وانا والله ما قديت، وانا وبقاو غير بكيو دركا، بقاو بكيو كالنساء على بلاد ما قدرتوش تحميوها كالرجال، والله العظيم
خوا بزاف كانوا يقولوا لي ما تقولش الكلمه هذه عندنا عيب، ما تقولش الكلمه هذه عيب، بصح والله ساعات ما نقدر. يا اوباش يا اوباش. على كل هادو، هاد المعادله بكل رايحه تخرج لك الدستور باش ولاد الشعب، الجيش هذاك مسكين، شكون ولاد الشعب؟ ولاد الشعب فيهم جنرالات، نعم فيهم جنرالات، لازمكم تسمعوا هذه مليح، فيهم جنرالات، فيهم دي كولونيل، فيهم دي كوموندو، فيهم دي كابيتان، وفيهم دي سيرجون، سيرجون شيف، وكابرانات، وما عرف واش، وفيهم جنود، وجنود صف، وكذا وكذا وكذا. هام ولاد الشعب اللي غدوه تبعتهم فرنسا لتشاد ولا المالي باش يحاربوا ناس يعني من اصلنا، من جلدتنا، جيراننا، افارقة وكذا، باش فرنسا تحمي اليمين نتاعها، تحمي مناجم الذهب والاخر اللي قاعده تبتز فيها. علاش؟ لانه الافارقه السود، افارقه السود وناضوا ضد فرنسا، ناضوا فعلا ضد فرنسا. وشكون ناضوا؟ بعض حكامها قال لهم خلاص ما بقيتوش ديروا لنا، ما بقيتوش ديروا لنا لو فرون، لو فرون دي كولونيا فرونسيز، سي اف. تصوروا انه كاين 8 دول في افريقيا مازال السي اف يمشيو بالسي اف، لو فرون دي كولوني فرونسيز، ايماجين يمشيو به يتطبع في فرنسا. الان ناضوا لهم، قالوا لهم لا، قالوا لهم لا ما زيدوش ديروها. الان خرجوا لهم باش يقولوا لهم استنى لازمنا جيش كيما الجزائر، بصح باش نجيبوا جيش كيما الجزائر لازم نحميو بن علي بن علي، ونحميو شنقريحه، الحاكمين الاصليين، جنرالات الاوباش، الطغمه العسكريه اللي حاكمتنا. اما كي نرجع نقول لكم عندنا جنرالات ولاد الشعب، وعندنا كولونيلات، هادو هما اللي رايحين يبعتوهم لتشاد وكذا. هذوك الجنرالات مسكين، هو جنرال وصلوا جنرال، صو جنرال بصح ريع عليه. انت ولد الشعب، انت مس حقوكش، انت تدافع على الشعب، انت ما عندكش قرار، انت نحطوك ليه مسؤول عالي العتاد الحربي، مسؤول عن العتاد تاع دوك ما يحطوا دوك هما اكبر السراقين. بصح يحصل انه مسؤول على لونتروتيان تاع العتاد الحربي تلقاه جنرال، جنرال قادر على شقاد، في الدماغ عنده، في اليد عنده، في الشجاعة عنده، قادر يدافع على بلاده. انت ماكش تاع قرار، بصح قادر تلقى كابران وكابيتان وكوموندو في القرار. علاش؟ قادرين يبيعوها بدوبل سيس عادي عادي. لذلك دستورهم لا يهمنا. عجبك في الكلام نتاعو جراد، قال لك مطالب الشعب الجزائري موجودة في التعديل الدستوري هذا. يا حمار يا جراد، يا حمار يا حمار يا حمار، البس سروال وخرج للشارع باش تسمع باللي الشعب الجزائري مطالبه. فخامة الشعب الجزائري مطالبه ماهيش تعديل دستور، مطالبه طبق الدستور تاع 2016. ايه طبق المادة 7 و8 يا حمار، ويا حمار يا اللي كتبت في جريدة الجيش انه الشعب الجزائري متطلع. نقراها لكم، مجلة الجيش: لا بديل عن إرساء دولة الحق والقانون وتطبيق مطالب الشعب. إيه وتطبيق مطالب الشعب والقضاء على تركة 20 سنة. يهضروا على تركة العصابة، العصابة اللي ما كانش واحد الآن في النظام لا ينتمي لها، لا ينتمي لها. والعشرين سنة هذوك انت يلي كتبت مقال جريدة الجيش، انت شخصيا وين كنت؟ المخابرات وين كنت؟ وين كنتوا لما كانت تتبع في 7 ملاير الوحده؟ بالعكس هما اللي شراوها له، هما المخابرات اللي بعتوه لولد ولد عباس باش يشري له البلاصه. علاش؟ باش يعود عندهم ممثلين الشعب في الورقه، ممثلين الشعب يصرفوا فيهم. انت غير سكت وجايك واحد التعديل تحط دير تقول وي وتسكت. من بين الرداءة اللي وصلت انه رئيس مجلس الأمة يا الإخوة لما يخطب يكون هاز ورقة ويكون واحد وراه يملي له كل ببغاء، هادو هما اللي يحكمونا. هذا السيد قريب يوصل ل 90 سنة، ما نحبش نسميهم أساميهم، شنقريحة معوج الراس، راهو معبي بالأمراض. على فكرة وصلني خبر موثوق، كي نقول لكم موثوق 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 موثوقة، انه شنقريحة وعلي بن علي راهم في الحرب الباردة وستنفجر في هذه الايام.
البركان. وكي نقول لكم هما مزيان الحرب عجائز، ايه عندك وجعتني 87 سنة و82 سنة. حرب عجائز، خايفين منهم جنرالات وكولونات اولاد الشعب اللي قادرين كون يصدموا عليهم ياكلوهم يرحيوهم. عندنا كولونيلات يا جماعه قادر يجري 25 كيلومتر في النهار مع الجنود، يدرب الجنود 25 كيلومتر يديرها. حنا يحكموا فينا عجزه، ما احترامي العجزه، العجزه مساكن تاع الجزائر ولاد الشعب راهم يكفروا في البريده على الربعه الصباح ويموتوا باش يديو 300000، باش يديو 300000. حاكمين فينا عجزه 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 في بلاد فيها 75% شباب. ما هذا الهوراء. اذا كله خير. شكرا لكم انكم اخترتوا 1 نوفمبر. عم باكم علاش يخلى داركم يا حمار يا تبون، يا ما شتش هذيك الخروج تاع 12 ديسمبر. بصح الشعب سلمي، بصح 1 نوفمبر اخترتوا 1 نوفمبر. امر خطير جدا يا جماعه يختاروا اول نوفمبر. الزاقات على جدكم، الزاقات على جدكم. انايا ادعو اخوتي في الجزائر في الداخل انهم يفكروا مليح في رجوع الحراك بقوة، ويكون 1 نوفمبر هو الانطلاقة الحقيقية. لماذا؟ نعطيو لنفسنا الوقت. احنا في الخارج ما تخافوش، نحكمو البيرمانونس. اذا اقتراح، يا وانا تعرفوني انا نتبعكم انتم واش تقولوا، يعني اقتراح فقط انه يكون 1 نوفمبر هو انطلاقه جديده للحراك. كي نقول الحراك ماشي الثوره لا تموت، الحراك يعني نتحركوا في الشارع، نعاودوا نكسبوا الشارع نتاعنا. الشارع نتاعنا في هذه المره لازم يكون اقوى واشد، ويكون في كل الولايات. وعلى بالكم شنو هو؟ لازم يكون تاني شديد لدرجه انه ما يقبلش هذوك اللي كانوا يصبعوا يزرقوا في صباحهم، لازم ما يقبلش الله غالب. والشيء الاخر اللي ما يقبلوش، علاش نقول لكم كله خير؟ لانه هاد الانتخابات تاع الدستور تاعهم راح يزيد يغرب الغربال فيها. شتوف ندوز دوز كي خرج مزدوب بوم، كي خرج هذاك بوم، وخرجوا هذوك تاع الاخر شتوش راح منهم. دركا يجي جماعه يزيد يخرج لنا غربال اخر يغربل من كانوا يحسبون زعما على الحراك. مازلتوا تشوفوا يا الاخوه. قال لك سماه الاصيل. نعم الاصيل، لانه لا يقبل الا اصيل يا حمار. هذا الحراك اصيل لانه لا يقبل الا الاصيل يا واحد المرياع. واللي ما يعرفش كلمه المرياع يروح يحوس عليها في اللغه العربيه. المرياع، انا درت فيديو خطر على بن شيخ. المرياع هو انه هو في الحقيقة وشنو هو المرياع؟ هو كبش يربيه مع الأحمرة باش يحط روحه سيبيريور على الكباش الآخرين ويولي هو اللي يقود فيهم. يعملوها الناس اللي يرعاو بالغنم كبش، ويخليو الصوف نتاعو يقوى وكذا، ويولي كحلو يخيرو كحلو كذا، فيوليو يخافوا منه الآخرين، يخافوا منه الكباش ويتبعوه ويحطوا له جرس. وهو مسكين تربى مع الحمير. هكذا كأمثال بن شيخ وأمثال ماجر اللي يخرجوا يفتيوا علينا، وأمثال بتبون اللي هو مرياع وحط روحه رئيس. هو برك هو مسكين، راهو مصوف، ما نحاولوش حتى الصوف نتاعو، ورباوه مع الحمير. وكي تتربى مع العصابة تبقى من العصابة. وإلا الشاد لا يقاس عليه. إذن الأمر هذا، وقاعد نقول لكم 1 نوفمبر يختار أنه الرجوع للحراك في الأخر. يعني خاوتي رتحوا هاد سبتمبر كامل، رتحوا أكتوبر كامل، وخليوا الثورة تغلي ديما في قلوبكم في القدر هذاك اللي كي يتنفس ينفجر فيهم. وخليونا احنا في الخارج نجيبوا لا بيرمانونس، لأنهم في الأخير ما يخافوا غير من شواكرهم في الخارج، يخافوا غير من هيئة الأمم المتحدة وكذا، وكي عطات لهم اللاناب. إيه قلت لكم تغيب 6 أيام مع هذا النظام، أقسم بالله
اقسم بالله سقوط تبون وشك. علاش اخاوتي؟ نقول لكم علاش. لاني انا حاربت عصابه الكره، والحمد لله كنت من الاوائل اللي هجموا باش يسقط وعلي ولد علي اللي هو وزير اللي جابوا حداد والسعيد. في ذاك الوقت كانوا يقولوا لي الناس عماد خلينا من الكره وروح للسياسه وكذا، لكني انا في هذاك الوقت كنت نحارب في سياسيين اللي كانوا يستغلون في الكره باش يديروا الاعمال نتاعهم النجسه. حاربت السعيد بوتفليقه وحاربت حداد لانهم وضعوا علي ولد علي باش يسترجع كره القدم باش يربح بها الشعب باش يجيب بها عوده خامسه. حاربته حتى اسقطناه. واسقطوا شكون؟ اسقطوا الشعب، فخامه الشعب. شكون اللي اسقطوا؟ اسقطوا ولاد الصطادات اللي كانوا يقولوا عليهم بونضيه. زدنا درنا الماجر قلنا الارواح، جابوا شكون اللي جابوا؟ جابوا السعيد بوتفليقه وحداد وجابوا ولد علي باش يحط ماجر ويفرض ماجر عن طريق جريده الهداف اللي كانت هي الذراع الاعلامي تاع العصابه في الرياضه في ذاك الوقت. وكنا نحاربوا فيها وحاربنا ماجر وكنا نقولوا عليه من العصابه وكنا نقولوا عليه سرق 3000 الاخر 3000 متر مكعب مربع من الصابلات ودا هكتارات من الاراضي ودا مليارات من عند لانب. كانوا يقولوا لنا الناس، ماكش كانوا يقولوا لنا الناس يا جماعه في ذاك الوقت باش تشوف برك باللي تشابه بوص بعضهم. عماد شكون انت باش تهضر على ماجر او ماركه بالطالونات؟ شوفوا واش اختزلوا. انت تقول لهم عصابه وهو يقول لك ماركه بالطالونات، ويقول لك انت واش درت للجزائر؟ درت واش دار ماجر؟ واش دار حسين داي؟ حسين داي، حسين داي اللي رباته وكذا ما جابلهاش بالو، بالعكس حط فيها ولده يسرق زاد. وشكون اللي شكون اللي شكون بالقصير هو اللي عيط تاع نصر حسين داي قال لهم تدخلوا ولد ماجر؟ بالقصير هو اللي دخلوا ولد ماجر ويعطيوه 100 مليون وهو ما يدربش، في حين بلاصتو داها اللاعب، اللاعب كان قادر يطلع سينيور مسكين ويعطيوه حتى 50 مليون باش ينحي على روحو الغبنة ونشوفوا لاعب طالعها ويخرج في قناة الهداف يقول لك الفساد الرياضي والفساد وعندنا لاباط وعندنا لاباط والفساد ورؤساء وهما اكبر الفاسدين هو وبن شيخ اللي كان حاكم اصغر المولوديه لمده 10 سنوات ما خرجش لعاب، ما خرجش لعاب ومن بعد يخرج يقول لك محرز ماهوش جوار، حنا ما عندنا لاباط هنا خير من محرز ب60 في خطره. على كل قلت لكم كنا نحاربهم واسقطنا ماجر. شكون اللي اسقط ماجر؟ اسقطوا ولاد الصطادات لما اصبح الوعي نتاعهم انهم قادرين يسقطوا واحد. وهذه التخبطات تاع الحكومه الحاليه والدوله الحاليه شبهها لي ربي في التخبطات تاع واش سمو اللي كانت قبل سقوط ماجر وولد علي. اللي ماذا حطينا عليهم لابريسيون، حطينا عليهم لابريسيون. وكانت من بين الامور اللي زعزعتهم وهي توجهي للفيفا خاصه ضد زطشي وبن شيخ وجريدة الهداف وزين عامر الكلب. زين عامر الكلب هذاك الكلب اللي كان يدخل قال لهم دخلت صوناطراك معرفة نقول لكم الحقيقة هكا. هادو هما التخبطات هادو تندر بسقوطهم واحد من واحد. وما يكفيش انه المعلومة اللي واصلتني انه بن علي وبن علي في اقتتال حرب العجائز، حرب العجائز بوم 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 ساكن باف باف باف. احنا عندنا سيودة في الجيش، عندنا سيودة دي كوموندون في عمرهم 45 سنة، عندنا دي كولونيل في الخمسينات، في الخمسينات ولاد بلاد يحبوا البلاد، خليوهم يخدموا يا كلاب، على بالكم يا جماعة يدخلوا بالرونجاسات نتاعهم، هذوك ولاد البلاد اللي عندهم رونجاسات طاهرة، عم بالك علاش تغيضك هادو الرونجاسات الطاهرة رايحة تروح تولي تحارب في تشاد وفي مالي، علاش؟ باش تحمي مصالح فرنسا. هاد الرونجاسات قادرة ترحيهم، تدخل لهم الأماكن نتاعهم ترحيهم، راك ترحيهم تحت صباطاتها. لكن للأسف الجيش لما تتربى فيه تتربى على تطبيق أوامر اللي فوقك ولو كان اللي فوقك غير شرعي، فوقك غير شرعي. هل واحد يعني في الجيش الحالي يؤمن أنه مخابرات، جهاز مخابرات يفوتوا عليه أنه كانوا مسؤولين كبار يتاجروا في المخدرات، يفوت عليه انه كانوا يشريوا مناصب في الاخر؟
هل يعقل يا جماعة؟ هل فهمتوا علاش نقولوا لهم مخابرات عبلة؟ هل فهمتوا على أنه خدمتهم الوحيدة هي التشيات والقوادة؟ حاشاكم يا خاوتي، والله يا خاوتي، والله القوادة يعني في اللغة العربية، شو نقول لكم بالتعريف تاعها الحقيقي، هذا هو كان عمل، هذا هو عمل المخابرات يا إخوتي، هذا هو عمل المخابرات. إذا خاوتي فكروا في الفكرة أن 1 نوفمبر تكون هي انطلاقة الحراك من جديد، ورتحوا نهضر على جزائريين داخل جزائريين خارج، هذا جاء الوقت اللي لازم دوركم يكبر حقيقة، يكبر كما عملوا خاوتنا اللي داروا لامارش في فرنسا اللي نحييهم، أسيح الدوش والآخرين، وسامحوني الأسامي واعرة عليا أنا الله غالب مع مرضي، هاد الناس اللي تروح تمشي من فرنسا لجنيف وتقدم برية اللي تزعزع النظام، ومن بعد يولي تخرج لهناك والتلفزة وتكذب وتخرج منظمة الهيئة الحقوقية اللي راحوا ليها تحقق الإنسان باش تخرج وتقول لهم كاذبين وتكذبوا لازمكم تعتذروا، ومن بعد هما ينحيوها من الآخر، كارثة بكل المقاييس، كارثة بكل المقاييس. شكون اللي دارها؟ داروها بعض من الشباب مشاو. لذلك يا إخوتي هذيك العقلية تاع التدخل الخارجي وكذا ما يزيدوش يخلعونا بها، قدامت درك هادو يخافوا غير من شواكرهم، الاطاك الاطاك الاطاك، هادوك اللي كانوا يمنوا بتاع يدخل الناتو، كون ما تجيش، ما كانوش يقولوا لكم ما تجوش الانتخابات تاع 12 يدخل الناتو، ما كانوش يقولوا لنا كذا وكذا، ما دخل لا ناتو لا والو، ياه تاع كي حبسنا العهده الخامسه 9 جويليا وكذا، ماشي كانوا يقولوا لنا دخل ناتو، ما دخل ناتو لا سيدي زكري، ياك مال هذه ما زيدوش خلعونا بها، قدامت قدامت، حنا سنناضل، والحاجه اللي تخافوا منها نروحوا لها، والجزائريين الخارج الدور نتاعنا الحقيقي، جا الدور تاعنا الحقيقي باش نعودوا نعملوا اعمال، ما نحبسوش حتى نجيبوا حق الجزائريين. سلام الاحرار على فخامه الشعب الجزائري العظيم.